الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. ما هي إنجازات الجيش المصري؟ وكيف صنع الإعلام من هزائمه وانكساراته في 56 و67 انتصارات وهمية؟ ولماذا تقدم أمريكا معونة سنوية للمؤسسة العسكرية؟ ولصالح من؟ وما مدى تغلغل النفوذ الأجنبي في قيادات الجيش؟ هذه الأسئلة وغيرها تفسر لنا مجريات الأحداث وموقف الجيوش العربية من مطالب الشعوب في الحقوق والحريات، في ظل دعاية إعلامية ضخمة تزيف الواقع لصالح الأنظمة وتعلق آمال الشعوب بجيوش ارتهن كثير من قادتها لمصالحهم وطموحاتهم في السلطة. لازلنا أيها الأخوة المشاهدون نحاور الأستاذ محمد الإلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية حول عندما يكون الجيش في خدمة الاستبداد. فباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ محمد. أهلا وسهلا بك مولانا. أهلا أهلا شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. مرحبا بك أستاذ محمد الإلهامي. وأستاذ محمد، لعل نستكمل حوارنا الذي بدأناه الحلقة الماضية، وقد تحدثتم عن طبيعة تأسيس الجيش المصري في عهد محمد علي، ونحن أخذنا هذا النموذج وهو الجيش المصري فقط كنموذج ومثال لبقية الجيوش العربية، ووصلنا إلى نقطة نريد أيضا أن نستفسر منها نريد توضيحك لها، لأن يعني نقطة مفصلية في هذه القضية، وهي متى بدأ النفوذ الأجنبي يتغلغل في الجيش وتحالف النفوذ الأجنبي مع الاستبداد الداخلي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا. الحقيقة أنا أكرر أن مسألة فهم تاريخ الجيوش العربية هي المفتاح الذي بدونه لا يمكن فهم التاريخ الحديث والواقع المعاصر. فإذا أردنا إجابة على سؤالك متى بدأ تغلغل النفوذ الأجنبي، فكنا ذكرنا أن بدايته كانت في تأسيس الجيش المصري في عهد محمد علي، وأن الذي أسسه وأشرف عليه كان جنرالا فرنسيا هو الجنرال سيف، أعلن إسلامه، ولكن في الحقيقة هذا يعني غير ثابت، أو الثابت عكسه أنه مات على دين النصرانية، لأن حفيدته التي هي الملكة نازلي أم الملك فاروق لما يعني ماتت ارتدت قبل أن تموت وماتت على النصرانية وقالت إنه دين جدها. هذا أمر هامشي الآن. أرجع إلى القول بأنه لما هزم محمد علي سنة 1840 وأجبر على توقيع اتفاقية لندن، انهار الجيش المصري، حصلت تفاصيل كثيرة، لكن بقي فيه النفوذ الأجنبي. المحطة الكبرى التي يمكن أن ندرك فيها تداخل الاحتلال الأجنبي مع الاستبداد الداخلي كانت في نزول الاحتلال الإنجليزي لسبق ثورة أحمد عرابي، ولكي لا تستطيع الثورة أن تنتصر. الحقيقة نعم. الصوت نستمع إليك يا أستاذ محمد. نعم. نعم بارك الله فيك يا مولانا. تمام حسنا، الصوت فقط كان يعني على كل حال. طيب لو يوجد خلل في الصوت يمكن إصلاحه. أسمعك الآن. أسمعك نعم. الآن طيب تفضل. كنت أقول إنه الذي حصل باختصار شديد أن سعيد باشا ابن محمد علي لما تولى الحكم كان يعني سمح بارتقاء المصريين داخل الجيش المصري وبتجنيد أبناء العمد، ومع ضعف قبض دولة محمد علي ولظروف كثيرة نبت في الحالة المصرية ونبت في الجيش المصري الذي صار أبناؤه يصلون إلى موقع القيادة حركة وطنية تطالب بالعدالة وبالحكم النيابي وبالرقابة على الحكومة
بعد المصائب التي صنعها سعيد باشا، ثم الخديوي إسماعيل، ثم جاء الخديوي توفيق بأثر من هذه الثورة. هنا لأول مرة يكون الجيش المصري يتبع قيادة مصرية، والقيادة المصرية هي جزء من الشعب المصري، من أبناء العمد تعلموا في الأزهر، يرتبطون بالجيش الشعب المصري فهم جزء منه. فلما حصلت هذه الحركة وكادت أن تقضي على دولة محمد علي وأسرة محمد علي، هنا نزل الاحتلال الإنجليزي لكي يسبق هذه الثورة ويحول دون أن تعود البلاد إلى أهلها، لأن مصر في هذه الفترة كانت بيضة يعني أو كانت دجاجة ذهب تبيض كل يوم ذهبا للأجانب، إلى درجة أن الشحاذ الذي كان في مالطا أو كان في اليونان كان يتعلق بالمركب ويهاجر إلى مصر هجرة غير شرعية، لأنه يعلم أنه إذا وصل إلى مصر فسيتحول إلى الأثرياء في ظرف سنوات معدودة، لأن النظام القانوني والاقتصادي والسياسي في مصر كان يخدم الأجانب. التفاصيل كثيرة، لكن الذي يهمنا الآن في سياق موضوعنا أن الاحتلال الأجنبي سبق الثورة العرابية لكي لا تعود البلاد إلى أهلها مرة أخرى. ولك أن تدري هنا أن رئيس الوزراء الفرنسي وكان اسمه جامبيتا وكان يهوديا في ذلك الوقت، هو الذي شجع بريطانيا التي هي العدو التاريخي لفرنسا على أن تغزو مصر وأن تساهم بمجهودها في هذه الحملة الصليبية، كما فعلت فرنسا واحتلت تونس، لأن فرنسا احتلت تونس سنة 1881 وكانت قد احتلت قبلها الجزائر، فكان يريد أن تأخذ بريطانيا دورها في هذه الحملة الصليبية، فتركت فرنسا بريطانيا لكي تحتل مصر وتسيطر عليها. هنا في هذه اللحظة نشأ الجيش المصري الذي لا يزال موجودا حتى هذه اللحظة. الجيش المصري أسسه الإنجليز، لأن الجيش المصري الذي كان يتحرك بالثورة العرابية ويمر بالثورة العرابية كان أول قرارات الإنجليز حين نزلوا لاحتلال مصر أن يسرحوا الجيش المصري كله، وبدأوا في اختيار أعداد قليلة لتكون هي الجيش البديل. أستاذ محمد، قبل أن تسترسل في هذه النقطة، الآن أنت تكلمت وتحدثت عن تأسيس الجيش المصري في عهد محمد علي، وذكرت بأنه أيضا بني على أسس علمانية، وعقيدته أيضا حماية الحاكم، وهو وهكذا ما ذكرته في تأسيس جيش محمد علي. هذا الجيش هو الذي تم تسريحه في ثورة عرابي بعد نزول الإنجليز، لكن لماذا تم تسريحه؟ تم تسريحه لأنه قد غزته الأفكار الإسلامية التي جاءت من سماح القانون الذي صدر في عهد سعيد باشا لأبناء البلد المصريين بالارتقاء في الجندية. لم يعد الأجانب والشراكسة المرتبطين بالنفوذ الأجنبي هم المسيطرين على الجيش، بدأت تظهر قيادة أخرى نبتت من رحم الشعب وتعلمت تعليمه ولها ارتباطات به، فصارت هذه هي القيادة. فحصل احتكاك بين القيادات المصرية والقيادات الأجنبية الملتصقة بالنفوذ الأجنبي، فلما بدأ أن هذه القيادات المصرية ستؤثر على النفوذ الأجنبي وستزيل حكم أسرة محمد علي، نزل الاحتلال لكي يحول دون هذا ولكي يصنع جيشا على عينه مرة أخرى. طيب، لكن الآن أنت قبل أيضا أن تسترسل، عذرا عن المقاطعة أستاذ محمد، أيضا هناك نقطة مهمة وهي قضية ثورة عرابي. هنا ربما هذا أيضا حدث مفصلي في قضية تكوين الجيش، وتحدث عن تسرب الأفكار الإسلامية، لكن لماذا فشلت هذه الثورة ولم تنجح في لإرجاع الأمور إلى نصابها والحفاظ على حقوق الشعب المصري؟ جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يعني يطول سرده كثيرا، وسأحاول أن أختصر، وكل أمل أن المشاهد يلتقط الإشارات. ثورة عرابي هذه كما ذكرت آنفا كانت نتيجة لوصول قيادات مصرية
إلى الجيش، وهذه القيادات هي من الجيش وتسربت إليها أفكار إسلامية والأفكار المصرية. لكن لماذا هزمت؟ عدد من العوامل، أهم هذه العوامل هو الاحتلال الإنجليزي، ولكن لم يكن ممكنا أن ينجح الاحتلال الإنجليزي لولا أن هذه الطبقة من العسكريين قد شربت منطق الدولة ونظام الدولة، أي أنهم لكونهم جزءا من جيش بني على العلمانية وعلى التركيب الذي يجعل النظام هو المرجعية وله قانون أسس على هذا النحو وعلى هذا النمط، بسبب من هذا هزمت الثورة العرابية. ونستطيع أن نسرد هذا في أسباب سريعة. أولا، من أهم الأسباب أن عرابي كان عسكريا بحتا، فلم يحاول أن يكون ثوريا بحيث أنه يأخذ خطوات تقضي على الخديوي مثلا، ظل إلى اللحظة الأخيرة يلتزم بالهيكل والترتيب القانوني. الأمر الثاني أنه لم يحاول أبدا تجنيد المصريين، رغم أن المصريين وغيرهم من العرب من الحجاز ومن المغرب ومن الشام قدموا لكي يساعدوا عرابي ضد الإنجليز، لكن لعقليته العسكرية النظامية التي تأسست بناء على هذا النمط لم يستطع أن يستفيد منهم. هذه العقلية العسكرية القانونية خدعت بالقانون الدولي حينما خدعه ديليسيبس ومنعه من ردم القناة، ردم قناة السويس، فلذلك لم يردمها واقتنع بالقانون الدولي. وكان السبب في هزيمة الإنجليز لعرابي هو أنهم دخلوا إلى قناة السويس، والقانون الدولي يمنع من ذلك. والقانون الدولي، حتى تكون صورة واضحة للمشاهد، القانون الدولي يمنع لما هو نوى أن يردم، والقانون الدولي يمنع استغلال الإنجليز لقناة السويس في أمور عسكرية، هكذا يقول القانون الدولي الذي استند إليه. صحيح. فلو أنه سار على الطريقة الإسلامية ولم ينخدع بمفاهيم القانون الدولي لردمها ونفذ ما عزم عليه. وأخيرا، أنه حين هزم قدم نفسه كأسير حرب ولم يتحول إلى مقاوم، فاتبع القوانين العسكرية الغربية التي تلزمه إذا هزم أن يتقدم إلى معسكر المنتصر ويعطيه سيفه ويجعل نفسه أسير حرب، بينما لو كان تحول إلى مقاوم لكان التاريخ غير التاريخ، لأن عرابي في مصر يا شيخ عبد الله آثار خيال المسلمين في الهند وفي أفغانستان وفي المغرب، يعني كان يمثل زعامة إسلامية في ذلك الوقت. فالحقيقة أن أهم أسباب فشل ثورة عرابي هو أنه عسكري على النمط الذي أراد به محمد تأسيس الجيش النظامي الذي هو جزء من التركيب والنظرية العلمانية للدولة الحديثة. طيب، لو عدنا إلى قضية، لكن هنا تفضل لو تريد إضافة شيء. أقول لكن هنا سيحدث الاتحاد بين الاستبداد والاحتلال، وهنا سنرى ويظهر في بلادنا هذه الظاهرة لأول مرة، وهي الظاهرة التي تستمر معنا إلى هذه اللحظة، أن الاستبداد الداخلي محمي بالاحتلال الخارجي، والاحتلال الخارجي أول خطوطه الاستبداد الداخلي. فإذا تعرضت النظم المستبدة في بلادنا للتهديد نزل الاحتلال الأجنبي لكي يدافع عنها، وإذا اضطر الاحتلال الخارجي أن ينسحب ترك خلفه نظاما على مثاله وعلى وفقه. هذه هي اللحظة التي بدأ فيها اتحاد الاستبداد الداخلي بالاحتلال الخارجي. نريد كيف تم ذلك، يعني أنا ذكرت هذه، لكن كيف تمكن الإنجليز من إيجاد هذا التحالف ولاستمرارية نفوذهم في مصر؟ لأن الإنجليز دخلوا بالأساس بحجة دعم الخديوي توفيق، وبحجة استقرار سلطته، وبحجة الحفاظ على المصالح الأجنبية في مصر. والخديوي توفيق بمجرد أن دخلوا انحاز إليهم وكان في ركابهم وتحت حمايتهم. مصر في ذلك الوقت كانت كما قلت الدجاجة التي تبيض ذهبا للأجانب،
وكان الأجانب يرون في هذا النظام الموجود في مصر كأنه احتلال بالوكالة، يحصلون منه على مصالحهم بل على ما أكثر مما تخيلوا، دون أن يتكلفوا هم أن يدفعوا بأموالهم وجيوشهم ودمائهم. فلذلك مسألة الاحتلال بالوكالة، الاستبداد المدعوم بالاحتلال الخارجي، هي الصيغة المثالية التي فضلها الأجانب. فلذلك حين تهدد هذا النظام سبقت إليه الجيوش الإنجليزية بسماح من فرنسا ومن سائر الدول الأوروبية التي تركت إنجلترا تنفرد باحتلال مصر وبالسيطرة عليها. ووجد الإنجليز الخديوي وطبقة حاكمة تؤيد وجودهم وتحارب عرابي وتعمل في خدمتهم. يعني من حققوا مع عرابي ومن حاكموه ومن أصدروا عليه أمر السجن كانوا من المصريين، لم يكونوا من الأجانب. ومن حاولوا خيانته وطعنه في ظهره كانوا أيضا من تلك الطبقة الحاكمة التي تضافرت مصالحها مع مصالح الأجانب، حتى كانت مصلحتهم هي ألا يقوم حكم وطني في هذه البلاد. طيب استاذ كان محمد، احتلال الإنجليز للبلاد خيرا عندهم. ذكرت بأن الإنجليز سرحوا الجيش المصري، يفهم من هذا أنهم كانوا أصحاب الكلمة والقرار في مصر بعد ذلك، وأنهم أيضا أسسوا من جديد جيشا آخر لمصر. نعم لا شك، القوة في النهاية هي الحكم وهي المسيطرة، فهم حين دخلوا سرحوا كل الجيش الذي ظهرت منه هذه المقاومة، وبدأوا في تكوين جيش هو أشبه بشرطة مكافحة الإرهاب. يعني هو جيش يريدون منه أن يتدخل لفض النزاعات الداخلية، لكن لا يستطيع حماية البلد وبالتالي لا يستطيع أن ينشئ مقاومة. فانخفض الجيش المصري، يعني أيام محمد علي الجيش المصري وصل إلى 130,000. وصل الجيش الذي كونه الإنجليز، يعني كانت ثورة عرابي تطالب أن يزيد الجيش إلى 18,000. كيف؟ وصلت هنا الجيش الذي صنعه الإنجليز إلى 6,000، و6,000 أغلبهم من الأميين وممن لا يجيد القراءة والكتابة وممن لا يحسن أن يفعل شيئا. ولعل هذا أيضا يشير إليك إلى أن الجيوش حتى وقتنا المعاصر إنما تتكون في مجموعها من الجهلة ومن ضعاف العقول وممن لا يحسنون أن يقرأوا أو أن يفقهوا. حتى إنك تجد في الخبراء الاستراتيجيين، يعني يسمون الخبراء الاستراتيجيين من ينطقون عن عقلية بلهاء. وهذه صارت يعني الأمثلة أكثر من أن تعد وتحصى، حتى وجد من يعني يتصور أنه اخترع علاجا لمرض الإيدز بالكفتة وغيره. ونحن كان طيب عندنا في مصر كاتب يساري ساخر. أستاذ محمد، هذه الاختراعات مجرد دعايات يريدون بها يعني إثارة الرأي العام فقط. لكن الأمر مثير للشفقة ومثير للضحك. يعني نعم أستاذ محمد، هنا هذه النقطة الآن يلاحظ على كثير من الحقيقة، المؤسسات العسكرية في البلاد العربية يعني نادر ما تجد في الضباط أصحاب رتب عالية إنسان مثقف مطلع على التاريخ وعلى الدين وكذا، إلا أن يكون له تأثير من خارج المؤسسة العسكرية. صحيح، هذا صحيح. ولذلك أنا أتذكر كلمة، كما قلت لك، عندنا في مصر كان كاتب يساري ساخر مشهور اسمه جلال عامر، هو مات. وكان يقول في التعليق على هذه الظاهرة، كان يقول: أنا كنت ناوي أطلع خبير استراتيجي بس أمي أصرت أكمل تعليمي. فالحقيقة أنه حتى ما كنا نقرأه في الروايات البوليسية ونحن صغار يكون ثقافة أمنية وعسكرية أفضل بكثير مما صرنا نسمعه من الخبراء المصيبة يا أستاذ محمد أن هذا الكلام يجد آذان تسمع له وتصدق مثل هذه الترهات، ويجعلون كأن هناك يعني المؤسسة العسكرية فيها ناس خارقين للعادة. يعني هذا والله يا شيخ عبد الله قوة جهاز الإعلام. وهذا هو ما تكرر تقرر. قوة جهاز الإعلام وما تكرر تقرر.
يعني وقد ضربنا لذلك أمثلة في الحلقة الماضية ولا أحب أن أطيل بتكرارها، لكن الناس يعني قد الإسلام بني على محاربة الأوثان. لك أن تتخيل أن حجارة يصنعونها بأيديهم ويعبدونها، فلما طال عليهم الأمد صارت هذه عقيدة يقاتلون عنها. يعني الخرافات تبقى وتستقر في النفوس بقدر ما أتيح لها من آلة إعلامية تنشرها. طيب هناك شيء آخر ربما نحتاج إلى أيضا تفسيره، وهو قضية انتقال الخبرة بين الرتب العسكرية. ربما هناك لعل هذا هو النظام العسكري، كل رتبة لا يمكن يعني أن تنقل الخبرة التي لديها للآخرين حتى يتم تطوير كادر كبير من الجيش. صحيح، ويعني أنت هنا تلمس مسألة مهمة، وهذه المسألة كان أشار إليها عسكري أمريكي اسمه نورفيلد أتكن. هذا الرجل يعني عمل في الإشراف على الجيوش العربية، هو خبير أمريكي، ففي إطار اتفاقيات التعاون يعني عمل في الإشراف على الجيوش العربية، وفي النهاية كتب دراسة ترجمت ونشرت بعنوان لماذا يخسر العرب الحروب، فذكر أشياء كثيرة، لكن كان من ضمنها أن من أهم أسباب ضعف الجيوش العربية أن الشخصيات العسكرية تتعامل مع المعلومة ومع الخبرة العسكرية كأنها نوع من الأسرار التي لا ينبغي أن تعطى للرتب الأقل أو المستويات الأقل، لكي يظل الرجل محتفظا بنوع السلطة والقوة والغموض، لأنه يعرف ما لا يعرفه غيره. وهذا ناتج بالأصل من أن عناصر هذه الجيوش كما تم اختيارها وكما تم يعني تطبيعها وتشكيلها داخل منظومة الجيوش هي عناصر ضعيفة الشخصية، فهذه العناصر إنما تتسلطن وتتجبر على الذي تحتها وتخضع وتذل وتستكين لمن هو فوقها، وترى أن كل ما يعطيها قدرة التجبر على من تحتها يجب أن يعني تتمسك به وتحتفظ به. ومن هذه المعلومة أيضا أنا شخصيا يعني قبل الآن 15 سنة أنا قابلت أحد الرتب كان في الجيش المصري، يعني كانت بيننا صداقة قديمة، طبعا يعني لم يكن في سني، كان أكبر مني بكثير، فوجدته يقول باللفظ: أنا لو دخلت إسرائيل واحتلت الشارع الذي أنا فيه فلن أخرج للدفاع عنها، للدفاع عن البلد يعني، لأن هذه بلد بنت كذا وهذا نظام ابن كذا، وظل يذكر الفساد الموجود في الجيوش. فأنا الآن أتكلم عن إنه الجيوش تشكل الأعضاء والعناصر الذين فيها على خلفية المصلحة. يعني هذا الرجل الذي حدثني كم استفاد ماديا ومعنويا من منصبه العسكري، وكم كانت له ميزات لا تتوفر لغيره، ومع ذلك لم يكن يحمل أي شعور أو انتماء تجاه الوطن، ولا يرى أن عليه واجبا في أن يدافع عن البلد ضد المحتل. تشكيلة الجيوش المعاصرة هي تشكيلة من ينتفع ويستفيد ويتكسب ويغتني على حساب دماء الناس. طيب تحولت هذه محمد المجموعة هنا إلى طبقة وظيفية. أستاذ محمد، هذا لا يقتصر فقط على الجنود والعسكريين في الجيش، بل هذا الشعور بعدم الانتماء للبلد نتيجة الاستبداد، نتيجة ما يرى الشعب من تغول السلطة و جميع المصالح التي يمكن أن كلها في خدمة نخبة أو من في السلطة فقط، بالتالي يشعرون بأن البلد ليست لهم، وهذا لم يتغير في البلاد العربية إلا بعد ثورات الربيع العربي لفترة محدودة فقط. هو إن لم يكن يعني إن لم تفهم هذه العناصر حقيقة أن هذه الجيوش
هي قد أسسها الأجانب وهي تعمل في حماية الأجانب وفي مصلحة الأجانب، إن لم يفهموا هذا من خلال الوعي والثقافة فهم يفهمونه من خلال الواقع والحركة العملية. يعني لو أنك جلست مع أي إنسان الآن في جيش عربي، هو يعلم ويعرف قصصا كثيرة عن أناس حاولوا تطوير أسلحة فإذا بهم قد فصلوا أو سجنوا أو عذبوا. هو يعرف كيف يكون التعاون بينه وبين الأعداء التاريخيين للأمة. يعني في إذا أخذنا الجيش المصري على سبيل المثال، هو يعرف كيف هي العلاقات متينة ومتواصلة بينه وبين الإسرائيليين. يحدث دائما تغير في العقيدة القتالية لكي تكون متوجهة إلى الداخل، إلى الشعب، إلى الناس، بينما لا تتوجه هذه العقيدة إلى العدو التاريخي. هذا إن لم يعرفوه بالثقافة والاطلاع، عرفوه بطبيعة الواقع. الآن الجيوش هي مجرد مصانع ومزارع لإنتاج والتكسب الاقتصادي والنفوذ المالي والنفوذ السياسي، لكن ليس لها، يعني الجيل الذي يحكم مصر الآن من العسكريين لم يشارك في أي حروب. الجيل الذي شارك في حرب أكتوبر لم يكمل 5 سنوات في مناصبه العسكرية ثم عزل. يعني أنور السادات حينما أراد أن يتخلص من جيل حرب أكتوبر اتخذ قرارا وقاله هكذا بوضوح وصراحة للمشير عبد الغني الجمصي الذي كان وزير دفاع، قال له الآن مرحلة سلام وتحتاج وجوها جديدة. وعند الذكرى 5 كان عبد الغني الجمصي يجلس في بيته يعني يشاهد احتفالات حرب أكتوبر على التلفاز، بينما استبدلت هذه الطبقة العسكرية بطبقة أخرى تذهب إلى السلام والتعاون الوثيق. الآن الطبقة التي تحكم مصر لم تخض حروبا أبدا، لا يعرفون أصلا معنى الحروب، وإنما نشأوا في ظل هذه أجواء السلام وتغير العقيدة القتالية. والاعترافات كثيرة جدا في أهمية الجيش المصري. نعم، تصريح اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري المصري السابق يقول: أفتخر بأن الجيش المصري عنصر مهم للأمن القومي الأمريكي. الصوت. نعم، تسمعني يا أستاذ محمد؟ أسمعك الآن يا شيخ عبد الله، تفضل. قلت لك ربما من هذه التصريحات، تصريح اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري يقول: أفتخر بأن الجيش المصري عنصر مهم للأمن القومي الأمريكي. صحيح صحيح. ويعني لو شئنا أن نتكلم في التصريحات فالتصريحات كثيرة، لأنه هذا صار من المعلوم في السياسة بالضرورة. يعني أنا أتذكر، أو يعني من أكثر الكلمات التي أعتبرها إهانة، ما قاله رعنان جيسن، هذا كان مستشار لشارون وكان ضمن الوفد المفاوض في كامب ديفيد. فهو يقول في هذه الأيام، يقول: لقد كنا في كامب ديفيد نتفاوض ونقول لهم: لا نريد جيشا في سيناء، فقط اتركوا لنا البدو والجمال، لأنه من العقيدة الإسرائيلية أن تظل سيناء منطقة عازلة، يعني منطقة غير معمورة ليس فيها كثافة بشرية، وإلى الآن إسرائيل تستطيع أن تحتل سيناء بسهولة. فهو يقول: كنا نقول: لا نريد جيشا في سيناء، فقط اتركوا لنا البدو والجمال. ثم يقول: يا إلهي، لو عاد بي الزمن لقلت: خذوا البدو والجمال واتركوا لنا الجيش المصري. يعني البدو والجمال هم أشد خطرا على إسرائيل من الجيش المصري. فلك أن تتصور مدى ما وصل إليه مستوى التعاون وبين الجيش المصري والإسرائيليين. وكذلك يعني الجنرال ديمبسي الذي كان رئيس الأركان الأمريكية في جلسة إعادة تنصيبه في الكونغرس، كان يقول: الجيش المصري شريك مهم في منطقة الشرق الأوسط، الجيش المصري يعني نجحت الاستثمارات التي بذلناها في الجيش المصري، وأنا أؤكد على ضرورة أن تستمر المعونة العسكرية، ولا يزال نحن نتمتع بمزايا في قناة السويس وفي التحليق، وهم يلتزمون باتفاقيات كامب ديفيد وبمهماتهم الأمنية لحماية إسرائيل، وبينهم وبين الجيش الإسرائيلي تعاون كبير. هذا كلام موجود بالفيديو
على شبكة الإنترنت. يعني لا أقول الآن شيئا سريا أو شيئا موجودا في بطون الكتب، هذا فيديو يستطيع أن يحصل عليه أي إنسان. طيب لعل أستاذ محمد كثير يا شيخ عبد الله. أستاذ محمد سنكمل حديثنا أو حوارنا هذا بعد فاصل قصير، نستأذنك في هذا الفاصل أيها المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم. هذه السياقات من الحلقات هي التي تجيب على هذه الأسئلة. الغوطة بين الشرعية الدولية والأمة الإسلامية هو موضوع حلقة الليلة من قضايا وأرض. استحضرها المبتلى، سرق منك مالك، قتل ابنك، أخذ بيت، العدل المطلق لا يكون إلا يوم القيامة. كل مكلف على وجه الأرض ما لم يسلك هذا الطريق الذي هو شريعة الله وأحكام الله في الأرض فمقطوع به الطريق. قد يستغرب البعض دكتور الحقيقة أني أطلب منك تعريف المعصية يعني وضوحها، لكن لا بأس أن نبدأ بها. دائما نحب أن نعرف المصطلحات بما يفهمه عامة الناس. لقد تركتكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. نعم. لكن مع ذلك زاغت الأمة. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أعود إليك أستاذ محمد الهامي. ربما في نفس السياق قضية أن هذه مثل هذه التصريحات ذكرتم جزء منها في قضية خدمة الجيش المصري إلى النفوذ الأجنبي، وأيضا عقيدته متوجهة إلى الداخل وليس إلى العدو الخارجي. ربما يعني في نفس السياق، كيف نفهم احتفال الجيش المصري بمشاركته في الحرب العالمية الأولى بجانب الإنجليز، وهذه الحرب كانت ضد الدولة العثمانية وانتهت باحتلال القدس؟ هذا أيضا من أشد الأشياء التي يعني تثير الأسى والألم عند كل مصري وعند كل مسلم. والحقيقة أن هذه المشاركة كان العسكريون المصريون أو كان النظام المصري لا يقترب منها ولا يذكرها حتى جاء السيسي. فلما جاء السيسي احتفل جيشه بمرور 99 عاما على مشاركته في الحرب العالمية الأولى. وهنا تدرك مسألة تغيير العقيدة القتالية وكيف يراد لها أن تكون. يعني فيما سبق لم يكن يقال في مصر أو لم يكن العسكريون يفخرون بمشاركتهم في الحرب العالمية الأولى، صاروا يفخرون بعد عهد السيسي. وهذا يعيدنا إلى الموضوع الذي بدأنا به الحلقة، وهو أن الإنجليز حين دخلوا أسسوا الجيش المصري على أعينهم، وصار الجيش المصري بقيادة إنجليزية والقيادة الإنجليزية تتحكم فيه، وصاروا يجندون فيما بعد من المصريين بالإغراء، يعني بما للعسكريين من المزايا، وأحيانا بالإجبار كما قد يكونون يحتاجونهم في الحروب كما حصل في الحرب العالمية الأولى. وهذه سيرة الاحتلال، يعني مثلما جند الفرنسيون من السنغال ومن نيجيريا، وجند البريطانيون من الهند ومن مصر ومن البلاد التي احتلوها. القصد أنه سنة 1914 جندت أو أخذت بريطانيا الجيش المصري الذي كونته واستعملته في حروبها. فكان من هذه الأمور التي قام بها هو مقاتلته العثمانيين عند قناة السويس، ومقاتلة السودانيين في دارفور، ومقاتلة السنوسيين في ليبيا. المدهش هنا أن جيش السيسي وعسكر السيسي يحتفلون بمرور يعني 99 عاما بذكرى مشاركتهم، ويقولون بأنهم قاتلوا هؤلاء وأنهم قاتلوا تحت راية الحضارة، يعني تحت راية العدو الإنجليزي المحتل ضد إخوانهم المسلمين، ويفخرون بأن الذين ماتوا منهم حصلوا على وسام فيكتوريا. فهنا يعني تنشأ العقيدة العسكرية الجديدة التي تريد أن تخلع هذا الجيش من طبيعته ومن سائر ما يمكن أن يذكره بأصله وعقيدته ودينه،
إلى أن يكون في خدمة المحتل المسيطر، حتى لو كان أجنبيا محتلا مسيحيا، ولو كان هذا يستلزم أن يقاتل المسلمين. ومما لم يذكره الذي احتفل هذا هو مشاركة الكتيبة المصرية في تأمين ظهر الجيش الإنجليزي أثناء احتلاله القدس. لم يذكرها لأنها حساسة، لكنها في نفس السياق، لأنه الحقيقة أنه الجيش المصري كان عبر تاريخه منذ أن أسسه الإنجليز حتى الآن جزءا من المشكلات التي أدت إلى احتلال فلسطين وإلى احتلال المسجد الأقصى. نعم. طيب، لكن بهذه الطريقة وما وصفت وذكرت من حال الجيش المصري طيلة هذه 100 عام ماضية، يعني كيف تفسر موقف الجيش المصري في ثورة يناير ووقوفه ربما على الحياد إلى أن عزل مبارك في نهاية الأمر؟ والله فتحت ملفا كبيرا يا شيخ عبد الله. ما هو كلها ملفات يا شوف أستاذ محمد، لكن نريد الملخصات، الناس لا تريد الإطالة. نعم. بقطع يعني بالقطع واليقين، الجيش المصري أخذ في ثورة يناير الموقف الذي رسم له أمريكيا. وباختصار شديد ما تجمع لدي يعني من القراءة ومن التنقيب ومن سؤال شهود العيان، أن الأمريكان كانوا يريدون بالفعل أن يغيروا نظام مبارك لصالح وجود ديمقراطية شكلية تأتي بنظام علماني، وكما غيروا النظام في أفغانستان وغيروا النظام في العراق ظنوا أنهم يستطيعون تغيير النظام في مصر إلى نظام علماني بسهولة. والحقيقة أن التفاصيل في هذا الموضوع كثيرة، لكن لو تتذكر بعد أحداث 11 سبتمبر ظهر تيار كبير في الإدارة الأمريكية وفي مراكزهم البحثية يقول بأن الاستبداد الذي أوجدناه في الشرق الأوسط صار ينعكس علينا في بلادنا، لأن الناس لا يجدون هناك عملية سياسية تستوعب مجهوداتهم، فتنشأ الحركات الجهادية، وهذه الحركات لا تستطيع أن تنفذ مثلا انقلابات في بلدانها فتأتي لكي تنتقم منا. الحقيقة أن هذه التوصية بدأت تقتنع بها الإدارة الأمريكية، وبدأت تحاول أن تسمح بهوامش من الديمقراطية، لكن هوامش الديمقراطية التي سمحت بها في العقد الأول من الألفينات جاء عليها بالضد. يعني حين سمحت بديمقراطية في فلسطين كانت تعتقد أنها ستوصل حركة فتح إلى السيطرة مما يتيح تصفية القضية الفلسطينية، فوجئت بأن الذي فاز في الديمقراطية هم حماس وليس فتح. كذلك فتحت بعض الباب في سنة 2005 فبدأ كأن الإخوان المسلمين هم من سيصلون، وبكثير من التفاصيل الإخوان المسلمين لم يكونوا يطمحون في أكثر من الوجود الرسمي، الوجود بدون اضطهاد. فنزل علينا في مصر شخصية محمد البردعي بعدما خرج على المعاش من وكالة الطاقة النووية. هذا الرجل حين نزل إلى مصر أراد أن يحدث فيها حراكا سياسيا يفضي به إلى أن يكون الرئيس القادم. أنا الآن أحكي خلاصات ومختصرات. كانوا ينوون، كانت النية منعقدة أن تجري الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2011 ويترشح فيها البردعي فينتصر على مبارك ويبدأ نظام شكله ديمقراطي وحقيقته علمانية والعسكر هم من يقفون في الخلفية. فلما حصلت الاحتجاجات في يناير قدموا الخطة وكانوا يتوقعون أن العلمانيين سيستطيعون إدارة المرحلة الانتقالية. فلما فوجئوا بأن التيار الإسلامي أقوى مما تخيلوا ومما يعني أخبرتهم به مراكز بحوثهم واستطلاعهم، وأنه يكتسح الانتخابات والدستور وغيره، هنا تحولوا مرة أخرى إلى القمع والاستبداد ونظرية الانقلابات العسكرية. نعم. فالجيش المصري في يناير إنما وقف بأمر الأمريكان، وقف على الحياد بأمر الأمريكان. لماذا؟
لأن التخيل والتصور كان أنه إذا شكلت الآن يعني برلمانات وانتخابات والإسلاميون قد أعلنوا أنهم لن ينافسوا على الرئاسة ولن ينافسوا إلا على ثلث البرلمان، فالنتيجة محكومة للعلمانيين. وكان في طليعتهم البردعي الذي كانت تخدمه كل الجهات المرتبطة بالأمريكان في مصر. فلما لم يحصل هذا عادوا من جديد إلى الانقلابات العسكرية، وعاد البردعي إلى معاشه، يعني إلى نزهته بعد أن خرج على المعاش، وهو الآن يجلس، حتى لقد هجر تويتر بعدما كان تويتر هو مركز نشاطه يعني. نعم. طيب في هذه الحالة الجيش المصري لم يتغير. إذن هو موقف أمريكي في الأساس اتبعه وانقاد إليه الجيش المصري في ثورة يناير، وبالتالي هل تفسر أيضا انقلابه في يونيو على نفس المنوال أنه أمر أيضا من الأمريكان؟ نعم هذا بالاعترافات الآن، يعني هذا ليس شيئا نستنتجه استنتاجا. بل وأوباما اتصل بالرئيس مرسي فك الله أسره، اتصل به قبيل الأزمة بأيام، وقال إن أمريكا ترى الحل في أن تتنحى، يعني أن تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة وأن لا تكون طرفا فيها. وقبلها كانت المجهودات لكي يأتي البردعي رئيسا للوزارة بصلاحيات رئاسية، يعني هم حاولوا أن يصلوا إلى مقصودهم بغير حصول الانقلاب العسكري، ولكن مع صمود الرئيس مرسي، وهذا الحقيقة مما يذكر له، الحقيقة يذكر للرئيس مرسي ولصموده أنه لا زال هو الشيء الذي يحق الحق ويبطل الباطل، لأنه لو كان تنازل لكان انتهى الأمر. يعني لو كان هو تنازل ورضي وخرج إلى أي بلد أو عاش حتى كرئيس سابق لكان قد انتهى الأمر. فكان صموده هذا من حسناته التي تذكر وتشكر. فإنما طبعا لا تحدث انقلابات في عالمنا بدون إذن وتدبير الأمريكان. يعني حتى لو أن السيسي يستطيع أن ينفذ انقلابا بنفسه، هو لا يجرؤ أن يتخذ هذا القرار دون أن يستأذن الأمريكان ويرتب معهم. وكثير من شهادات بعض من كانوا حول الرئيس مرسي تنقل أن السفيرة الأمريكية هي التي كانت حاضرة في نهاية المشهد، وهذه السفيرة كانت يعني شؤما منذ أن جاءت، والمتابعون لها كانوا يعرفون أنها هي التي رتبت الانقلابات في باكستان، لأنها كانت سفيرة أمريكا في باكستان قبل أن تأتي إلى مصر، فمنذ أن جاءت ويتوقع منها أنها تدير انقلابا، وقد كان. وهي نفسها السفيرة الأمريكية أن باترسون في جلسة استماع بالكونغرس، وهذا أيضا فيديو منشور على الإنترنت، لما يعني سألوها مسألة المعونة الأمريكية للجيش المصري، قالت سيد الرئيس يجب ألا نكرر الخطأ الذي أخطأناه في باكستان. نحن حينما قطعنا المعونة عن الجيش الباكستاني لما قام بانقلاب في السبعينات، اضطر الباكستانيون أن يلجأوا إلى الاتحاد السوفيتي، ونشأ جيل في باكستان مرتبط بالسوفيت. أما الآن فلدينا في مصر جيل من العسكريين مرتبط بالثقافة الأمريكية والحضارة الأمريكية، فينبغي ألا نفرط فيه. هذه شهادتها في صنائعهم. فالأمر ليس بحاجة إلى استنتاج ولا إلى تحليل، هذه اعترافات يعني. طيب أستاذ محمد، الآن في ظل حكم عبد الفتاح السيسي لمصر وما نشاهده من تعدد الكوارث والأزمات واستمرارها على المواطن المصري، برأيك الآن ما هي وظيفة الجيش المصري؟ وظيفة الجيش المصري منذ كان يعني منذ تأسس، ثم تأسيسه الثاني الذي تم في بعد انقلاب يوليو 52، ثم تأسيسه الثالث الذي تم بعد اتفاقية كامب ديفيد، هذه نفس الوظيفة مستمرة، وهي حماية العلمانية والمصالح الأجنبية في مصر. وهم يعتقدون وعقيدتهم أن الجيش إنما هو أصل الدولة وعمودها، وأن الدولة خادمة له، وأن مصر هي جيش نشأت له دولة، نشأت حوله دولة. وهم يعرفون هذا جيدا، ويعرفون أن يعني من يفكر في أن يحيد عن هذا الطريق سيجد انقلابا عسكريا من رفيقه الذي كان معه، لأنه في النهاية الجيش المصري هو مسرح من مسارح النفوذ الأمريكي في المنطقة، سواء من جهة التسليح أو من جهة المعلومات أو من جهة العلاقات.
أستاذ محمد، هناك قانون تم التصديق عليه في يوليو 2018، صدق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على قانون يعطي حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ويسمح بمعاملتهم معاملة خاصة داخل البلاد وخارجها، ولا يسمح ذلك القانون بالتحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضدهم عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014. هل هذا القانون هو تغطية لجرائم ارتكبها الجيش المصري في حق المتظاهرين وفي حق الشعب المصري؟ نعم بلا شك، هذا يعني منطوق القانون، لا أقول مفهوم القانون، منطوق القانون أنه يحميهم، وهو على الحقيقة يعني يحميهم من القضايا التي ترفع عليهم في الخارج أكثر مما يحميهم من الداخل، لأنه أعطى لمن يخرج إلى الخارج منهم حصانة دبلوماسية لكي يكون محصنا ضد قضايا ترفع في أوروبا أو في أمريكا أو غير ذلك. أما في الداخل فهو يمسك بخناقهم، خناق القيادات العسكرية التي خرجت من المجلس العسكري لكي يكون زمامها في يد عبد الفتاح السيسي، حتى لا يفكر أحدهم في أن يترشح مثلا للانتخابات كما حصل في مع أحمد شفيق أو مع سامي عنان، فلذلك جعل أمرهم إليه إن شاء حاكمهم، لأن القانون يقول أنهم لا يحاكمون إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فجعل أمرهم إليه، إن شاء حاكمهم وإن شاء عفى عنهم، وهذا مرهون باستقامتهم على طريقته واتباعهم أمره، فإن فعلوا ذلك كانوا في رغد ويتمتعون بالمزايا، وإن لم يفعلوا يعني رفعت أمامهم قضية أذن فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رفعت عنهم الحصانة الدبلوماسية في الخارج وصاروا معرضين لأن يحاكموا. طيب إذا كان هذا حال الجيش والمفترض أن يكون هو الذي تقوم عليه البلاد وهو الذي يحميها وهو الذي يدافع عن أمن الشعب إلى آخر ذلك من مهام أي جيش في كل بلاد الدنيا، يعني في البلاد العربية أيهما أنفع للشعوب، بقاء هذه الجيوش أم رحيلها عنهم وبقاء حتى ولو بقي الشعب بدون جيش؟ نعم، هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه إجابة حقيقية وصريحة إلا بفهم هذه الجيوش وطبيعة دورها. فنحن إذا فهمنا أن هذه الجيوش، يعني الناس يختلفون في إجابة هذا السؤال طبقا لفهمهم، الذين يرون أن الجيش يحمي البلاد سيقولون بالتأكيد أن بقاء الجيوش ضرورة، والذين يقتنعون أن هذه الجيوش إنما هي تحمي الأجنبي وتحمي العلمانية وهي أشبه بكلب الحراسة الذي ينهش أصحابه، فساعتها سينطلقون من أن زوال هذه الجيوش أفضل، وأن الذين يحافظون على هذه الجيوش إنما هم الأجانب أصحاب المصلحة. يعني ما الذي يجعل أمريكا مثلا تنفق من أموالها على الجيش المصري إن كان الجيش المصري يمثل خطرا؟ هذا شيء لا يستقيم في ميزان العقول. فلذلك أنت تجد بلادنا إذا فرغت من الجيوش كان حالها أفضل في مقاتلة العدو، يعني غزة، قطاع غزة، وقطاع غزة قطاع صغير وضيق ومحاصر وكثافته السكانية عالية، والفارق التقني بينه وبين عدوه الإسرائيلي فارق مهول، ومع ذلك إسرائيل التي استطاعت أن تهزم الجيوش العربية في 48 واستطاعت أن تجتاح سيناء والجولان والضفة الشرقية وأن تنتصر على 3 جيوش في أيام، لم تستطع أن تجتاح قطاع غزة في 4 حروب استمر آخرها أكثر من 50 يوما، مع هذا الفارق في التسليح وفي الدعم السياسي وفي الإمكانيات. ولن تجد، يعني انظر إلى كم أنفقت الأمة على كتائب القسام مثلا مما أنفقت على الجيوش، الجيوش امتصت موارد الدولة جميعا، ومع ذلك كان حين يجيء الاحتلال تنسحب أمامه الجيوش، والجيوش العربية في الحقيقة لم تصمد أمام حتى مقاتلين،
يعني الجيش المصري في اليمن أيام عبد الناصر لم يستطع أن يحقق نجاحا، الجيش اللبناني يعمل في حماية إسرائيل منذ قديم، يعني لو تذكرنا أي جيش لن نجد لجيش منهم حربا حقيقية ضد عدو. حتى حرب أكتوبر بالمناسبة، حتى حرب أكتوبر قادة حرب أكتوبر في مذكراتهم يتحدثون عنها باعتبارها هزيمة وليست نصرا، وأحسن ما يقال فيها أنها كانت نصف نصر في الأيام العسكرية الأولى تحولت إلى هزيمة كاملة. يعني هو انتهت الحرب على ماذا؟ على الجيش المصري محاصر، وإسرائيل هي من تملك زمام الأمر وهي من تدخل إليهم الطعام والشراب. فالحقيقة أنه حتى يعني هذه الجيوش ليس لها نصر على عدو، بل التاريخ المتكرر منها أن العدو حين يجتاح هذه البلاد فإنه تستسلم له، أو يعني لا تقاتله إلا مناوشات صغيرة وينتهي الأمر. يعني الأمريكان وجدوا من المقاومة العراقية الشعبية أفضل أو أعتى وأعنف مما وجدوه من الجيش العراقي. الإسرائيليون وجدوا من مقاومة الفلسطينية ومن قبلها المقاومات التي انطلقت من بيروت ومن لبنان أفضل مما وجدوا من الجيوش العربية مجتمعة. فبقاء الجيوش العربية هو في الحقيقة بقاء الاحتلال في بلادنا. نعم، نشكرك أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية على هذه الاستفاضة في هذا الموضوع، نشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.